السلام عليكم مشاهدي قناة حول العالم، أرجو أن تكونوا بخير. كثيرا ما نشاهد في أفلام الاختطاف الأجنبية طرقا غريبة للنجاة تقوم بها الرهائن للنجاة من المجرمين، ونظن أنه لا مكان لهذه الأفكار في الحياة الواقعية، لكن ما نعرضه اليوم في هذا المقطع ينفي هذه الفكرة، حيث قام مجموعة من الرهائن بإرسال رسائل سرية لغيرهم حتى يتم إنقاذهم، وبالفعل كان الحظ حليفهم واستطاعوا النجاة. فلنبدأ. 1. البيتزا للإنقاذ. نظراً للتطور الذي نعيشه في هذه الأيام، أصبحت هناك تطبيقات لطلب الطعام من المنزل. عندما لا تستطيع الذهاب إلى المطعم أو حتى الاتصال بالهاتف، يكون التطبيق هو المنقذ لجوعك، وفي بعض الأوقات يكون منقذاً لحياتك، كما حدث للسيدة شيريل من فلوريدا، حيث قام صديقها نيكرسون والد أطفالها الثلاثة باختطافها ومنعها من الخروج من المنزل، فقامت بإقناعه بأن الأطفال جائعون، ومن حسن حظها أنه وافق، فقامت بطلب البيتزا بواسطة التطبيق، وقامت بكتابة أرجو المساعدة والاتصال برقم الطوارئ 911. فلاحظ عامل المطعم بأن هناك خطبا ما، فأخبر المدير الذي قال بأن هذه هي أول مرة يأتيهم طلب بهذا الشكل منذ 28 عاما، فقاموا بطلب الشرطة على الفور، واستطاعت الشرطة القبض على نيكرسون وإنقاذ الرهائن. 2. ملاحظة في المرحاض. في هذه القصة نتعلم أن عمل مضيفة الطيران لا يقتصر على ضيافة الركاب فقط، ولكن ملاحظة أي شيء مريب أيضا، وهذا ما قامت به مضيفة طيران في طيران ألاسكا تسمى شيريا فيدريك، حيث لاحظت وجود اثنين من الركاب يبدوان بشكل غريب، إذ إن الرجل كان مهندما وبجواره فتاة بملابس غريبة، وكانت الفتاة تبدو أنها معذبة، والذي جعل الشك يزداد عند شيريا أنها أرادت الحديث مع الفتاة، لكن الرجل رفض ذلك بشدة. فانتظرت شيريا الفتاة إلى أن ذهبت للمرحاض وتركت ملاحظة على مرآة الحمام، وبعد قراءة شيريا للورقة تأكدت من الأمر وألقي القبض على الرجل الذي كان يختطف الفتاة. حدثت هذه الواقعة في عام 2011، وما زالت الفتاة على اتصال بالمضيفة التي أنقذت حياتها حتى يومنا هذا، وكانت شيريا السبب في حملة تعليم جميع طاقم الطيران للتعامل مع مثل تلك الحالات. 3. شفرة مورس. إنها شفرة حرفية من أجل إرسال المعلومات التلغرافية باستخدام تتابعات قياسية من عناصر طويلة وقصيرة تعبر عن الحروف والأرقام والعلامات والحروف الخاصة الموجودة في الرسالة. العناصر الطويلة والقصيرة من الممكن أن يتم تكوينها عن طريق صوت أو علامات، وهما مشهوران على أنهما نقاط وعلامات مائلة. أرمي أندرو دينتون كان طيارا بحريا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الحرب الفيتنامية سقط في أيدي الأعداء مع طاقمه، وقضى 8 سنوات في سجن فيتنام، وفي عام 1966 تم توريطه في مقابلة تلفازية، وقرر أرمي أن يستخدم هذا الأمر لمصلحته، فقام باستخدام شفرة مورس ليعلم الولايات المتحدة أنه تعرض للتعذيب هو وطاقمه، وعندما بثت المقابلة على التلفاز الأمريكي قاموا بإنقاذه وطاقمه، وحاز على العديد من الميداليات لما قام به من عمل بطولي. 4. رجل توصيل البيتزا. قصة أخرى مع البيتزا، حيث قام رجل توصيل البيتزا جوي جارندل بإنقاذ امرأة من صديقها السابق، عندما قام بتوصيل بيتزا لرجل ورأى خلفه سيدة لا تبدو بخير، لكنه ظن أنه لم يرها جيدا في البداية، لكنه تأكد عندما قامت السيدة بالإشارة من الخلف وطلب المساعدة منه واستدعاء الشرطة، وهذا ما قام به جوي على الفور، وبعد مجيء الشرطة وجدوا أن هذا الرجل هو صديقها السابق الذي قام بتعذيبها في منزلها، واعترف أنه يحمل سلاحا في سيارته، وألقي القبض عليه في نفس الوقت. 5. الطلب الصامت. في المواقف الماضية كانت هناك رسالة مكتوبة أو إشارة تعبر عن الحاجة للمساعدة، لكن ما العمل عندما لا تستطيع الرهينة حتى التحدث؟ حسناً، يتطلب الأمر كياسة من الشخص ليكتشف أن هناك خطباً ما، وفي هذا الجزء نجد عاملاً في محطة الوقود يلاحظ أن هناك سيدة تجلس في السيارة مع رجل لكنها لا تبدو بخير، ورغم أنها لم تتحدث ولم تومئ، فإن العامل قام برد فعل واتصل بالشرطة على الفور، ورغم أن الساعة كانت الواحدة بعد منتصف الليل، فإن الشرطة جاءت سريعاً وقد اكتشفوا أن هذه السيدة مخطوفة وحاولت الهروب منه لكنها لم تتمكن، لكن عامل الوقود أنقذها. 6. ملصقات الاحتجاج. من المعروف عالمياً أن الملصقات الموجودة على الملابس تحتوي على تعليمات الغسيل والكي، لكن بعض عملاء ماركة زارا العالمية في اسطنبول وجدوا محتوى مختلفاً على ملصقات ملابسهم، حيث وجدوا هذه الجملة
لقد صنعت هذا المنتج لكنني لم أتغاضى ثمنه، وهذا يعني أن عمال المصنع يشتكون للعملاء من أصحاب المصنع لعدم دفع رواتبهم. لكن لسوء الحظ لا نعلم ما نهاية هذه القصة، لكننا نتحدث هنا عن طريق إيصال الرسالة، وتعد هذه الطريقة من أغرب الطرق على الإطلاق. 7. الرسالة وشاهد القبر. قامت جوليا كاتس في بورتلاند بشراء مجموعة من شواهد القبور الاصطناعية لعيد الهالوين، وبعد مرور عامين قامت بفتحها ووجدت في إحداها رسالة. كانت الرسالة مكتوبة بالحبر الأزرق، وكان صاحب الرسالة يطلب ممن وجد الرسالة أن يقوم بتسليمها لمجلس حقوق الإنسان العالمي. كما احتوت الرسالة على معلومات عن معسكر عمل كبير في شانغهاي بالصين، حيث كان يقوم السجناء هناك بالعمل لمدة 15 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع تحت التهديد، وفي حالة عدم الطاعة تكون هناك عقوبات شديدة. فحاولت جوليا جاهدة معرفة ما يحدث لهذا الشخص وأين مكانه بالضبط. وبعد العثور عليه وجد في معسكر في الصين يعامل الأشخاص بوحشية، فقاموا بإطلاق سراح الرجل على الفور. وبعد مرور بعض الوقت قامت السلطات بإغلاق المعسكر وإطلاق سراح 160 ألف شخص. 8. رسالة في زجاجة. في عام 2005 قام بعض المحتلين بخداع مجموعة من بيرو والإكوادور، حيث كانوا يرغبون بالهجرة غير الشرعية، لكن ما كان من النصابين سوى تركهم في عرض البحر، ولم يجد هؤلاء الضحايا إلا إرسال رسالة بواسطة الزجاجة أملا في أن يجدها أحدهم. ولحسن الحظ وجد شخص الرسالة بعد مرور 3 أيام، وقاموا بإنقاذهم، وكان معظمهم من النساء والأطفال. هذا كل ما لدينا اليوم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، نراكم قريباً.